مرحبا. كتبنا لهذه الجمعة Find Your Why لسايمون سينيك، بيتر دوكر وديفيد ميد. الكتاب هو الجزء الثاني لكتاب Start With Why لسايمون سينيك. بالكتاب الأول بشرح سينيك عن أهمية خلق سبب للعمل. هالسبب مش المصاري، المصاري بتجي نتيجة العمل بس مش السبب لإله، وبالتالي لازم نخلق سبب لعملنا كأفراد وشركات. كتاب Find Your Why هو دليل لاستنتاج وصياغة هذا السبب. مش هين إنه الشخص يقدر دغري يلاقي سبب لعمله، وبالتالي الكتاب بيمشي القارئ بالخطوات التفصيلية ليوصل لهذا السبب. الجزء الأول Start With Why كتاب نظري، إنما Find Your Why كتاب عملي ممكن تترجم خطواته على أرض الواقع بسهولة. الكتاب حلو بس بغوص بكتير تفاصيل عملية وتقنية لاستنتاج الجملة اللي بتصير المشن ستيتمنت تبعنا. سايمون سينيك كاتب أمريكي خلق سنة 1973، ويعتبر من أهم الموتيفيشن سبيكرز بالعصر الحديث. من أهم كتبه Start With Why، The Infinite Game و Leaders Eat Last. Find Your Why لسايمون سينيك، بيتر دوكر، ديفيد ميد. كتاب حلو بس مفصل، وبعطيه 3 نجوم ونص. كل جمعة كتاب هي مبادرة فردية لنشر ثقافة المطالعة وتقديم نقد أدبي للكتب المقروءة. خبروني بتعليقات أي كتب بتحبوا أقراها وأعطيكم رأيي فيها.